كتير يا مروان من اولياء الامور بيهتموا جدا ان اولادهم اول ما يبتدوا يمارسوا رياضه دايما الاختيار الاول بيبقى الجمباز، وبتكون زاويتهم في الرؤيه ان دي حاجه بتاسس صح. الى بالزبط. اي درجه الكلام ده مظبوط؟ هو انا شايف ان هو مظبوط يعني 100%، لان الجمباز بياسس عضلات ومرونات وشكل الجسم عامه بيتظبط، وكده كده الرياضه يعني بتساعد في حاجات كتير دايما يعني، والجمباز برضو يعني هياسس كل حاجه صح يعني بنسبه كبيره، نسبه مثلا للشيب بتاع الجسم نفسه. وكطفل صغير اللي هو يعني يتمرن جمباز وحاجه زي كده مرونات هيبقى كويسه، مثلا لو هو حتى عايز ينقل رياضه تانية، لو الكلام ده كله هيكون يعني هيفرق عن زمايله الباقيين في اي حاجه. بالظبط، هي الجمباز رياضه من اصعب الرياضات واهمها، فاي رياضه هيدخلها هيلاقي الفتنس بتاعه احسن من غيره، هيلاقي عنده مرونات كنفس، لو في السباحه هيبقى عنده حاجات كتير متميزه عن الباقي يعني. جميل. بس انتوا بسم الله ما شاء الله واصلين لمرحله ان انتوا ابطال في الرياضه، فالبطوله دي هل جت على حساب الدراسه والمذاكره والدروس وكده، ولا عرفتوا توزنوا ما بين الاثنين؟ انت عملتي ايه؟ هو اكيد طبعا هتبقى اقل عن الباقي، بس بنحاول طبعا ما نوقعش دراستنا، فما بين التمارين في العربيه واحنا جايين التمرين. انت بتدرسي سنه كام دلوقتي؟ انا اولى ثانوي دلوقتي. اولى ثانوي. طب وعامله ايه؟ طمنينا عليك. اه يعني بنحاول بدانا برضو دروس ونلحق، وساعات امشي بسرعه من التمرين عشان الحق الدرس، ولما يبقى فيه يا هوم ورك وبتاع، فبنحاول نقسم ما بين التمارين وال وانت مروان عارف توزن ما بين الاثنين ولا بسقط الدراسه؟ لا انا بسقط الدراسه شويه يعني عشان بحب التمرين، بس عشان ثالثه ثانوي السنه دي فبحاول يعني اشد حيلي في الدراسه، بس هو مش بيأثر في حاجه يعني. كل الناس بتكون معتقده ان الرياضه والكلام ده هتأثر يعني على الدراسه، بس هو لا بالعكس، هو ده بينظم وقتي. وبعدين انا كده مش عارف مثلا اذاكر يعني 5 6 ساعات ورا بعضها، لازم افصل بحاجه، فلا نفصل برياضه دي حاجه اصلا في حد ذاتها كويسه. انتوا تمريناتكم بتبقى يعني عدد ساعاتها قد ايه يوميا؟ بتكون يعني مثلا من رينج مثلا 3 ل4 ساعات. من 3 ل4 ورا بعض ولا على فترتين مثلا؟ على بعض، وممكن يبقى تمرينتين في اليوم مثلا. صبح قبل المدرسه مثلا؟ لا يعني مكان المدرسه يعني، مش لازم نروح المدرسه كل يوم عشان التمارين، تبقى ساعات الصبح، وبعد كده بنريح شويه يبقى عندنا تمرين تاني بالليل، ولو هنروح المدرسه يبقى بنتمرن بالليل، بس بنحاول نوازن برده ما بين الاثنين. ما هو اصل خلي بالك عشان الموازنه تتحقق يبقى جمله لو هنروح المدرسه لازم تتظبط، لان يعني انت برده زي ما انت مهتمه بالرياضه المدرسه بنهتم بالمدرسه برده، بس أكيد. يعني مش بنعرف نروح المدرسه كل بس يوم، بس معظم الابطال اللي زيكم بيبقوا دايما شاطرين وعارفين يوزنوا الى حد كبير يعني ما بين الدراسه وال الرياضيين برده بيعرفوا يلموا المناهج بسرعه اسرع، ما بيقعدوش وقت اطول زي الباقي. بتساعد فعلا الرياضه للدرجات دي، فكره التحصيل فكرة الحضور الذهني يعني؟ الرياضة فرقت يعني معاك دراسيا واكاديميا؟ بيلم المعلومة بسرعة، زي مثلا يعني عشان واحد يستوعب مثلا حركة زي اي حركة من الجمباز مثلا او كده، دي محتاجة اصلا يعني واحد مختلف عن الباقي. فبالنسبة مثلا لمنهج عادي واحد بيدرسه، لا بيكون الموضوع اسهل بكتير، اللي هو مثلا اي مادة او كده لا هعرف المها بسرعة يعني، كده كده انا بستوعب حاجات اصعب منها، بستوعبها بعقلي وبنفذها بجسمي، فحاجات بالعقل بس بالنسبة لي حاجات تافهة يعني. جميل. بس